بص يا جماعة، ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي قوي. اهم حاجة اتفرجي من الاول لحد الاخر، وصدقيني الموضوع هتستفادي منه جدا. لايك جميل، تعالي اجمل اشتراك في السلام القناة، عليكم كل ورحمة الله سنة وانت وبركاته، طيب. ازيكم يا مجموعة في الدنيا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة رجعنا مع بعض بفستان قطيفة سواريه بطريقة سهلة وبسيطة قوي قوي. اهم حاجة بس تشوفي الطريقة بتاعة الفستان واللايك والتعليق والاشتراك، ويلا بينا نعمل فستان السواريه بطريقة جميلة قوي قوي وسهلة وبسيطة. بصوا يا جماعة، دلوقتي حالا كده معانا شوية تعديلات في البطرون الأساسي. اللي فين ده بقى يا مريم؟ موجود تحت في صندوق الوصف. البطرون الأساسي موجود تحت في صندوق الوصف. طيب ده أول حاجة. تاني حاجة، في فستان عملته أو من يومين بالظبط، الفستان الأحمر الكب، تمام كده. لما عملته كب كان في قماشة طنطلة، واللي المفروض تكون من أول هنا، من أول هنا طنطلة، تمام كده، دي كلها كده طنطلة، وبتدخليها في الكب بالشكل اللي ده، يعني الشكل ده مفيش اي اختلاف تاني. فهي بتقولي انتي ما شرحتليش الجزئية بتاعة الطنطلة دي يا مريم، ياريت تكرريها لي او ياريت تعرفيني اكتر. فانا بقول لها لا، انا شرحتها واحدة واحدة في الفيديو، وهشرحها في الفيديو ده كمان، وهعرفك الطريقة بتاعتها بطريقة سهلة وبسيطة. والاجزاء اللي بيبقى فيها طنطلة او بيبقى فيها شغل عموما، بقولك يا جماعة دي ممكن تغيروا لونها او تغيروا القماشة او تبقى طنطلة او تبقى كلفة، على حسب ما انت هتستخدميها ازاي. طيب دلوقتي هنبدأ نعمل بقى تعديلاتنا الواحدة واحدة زي ما احنا متعودين. اول تعديل هنا ان احنا هنبدأ ننزل حردة الرقبة معانا من هنا. هننزل اول 2 سنتي مربع، وبعد ال2 سنتي مربع هنروح ماخدين 7 بالشكل ده، شايفة ازاي؟ دي بالنسبة لحردة الرقبة الأمامية. الخلفية هتفضل زي ما هي، مفيش أي تغيير خالص. بعد كده هنبدأ إن احنا نعمل يا جماعة حاجة زي الكب بالظبط، بس مش كب، بس زي الكب. ازاي بقى زي الكب ومش كب؟ الكب معانا بيبقى جاي بزاوية اللي هي زي نص الحردة، وهنبدأ نطلع هنا حوالي 5 سنتي أطول من المسافة دي، تمام. فأنا هحاول أجي هنا كده وأروح عاملة النقطة بتاعتي، وأروح جاية عاملة خط مستقيم مش خط منعوج او نص حرد زي ما احنا ما متعودين. وهنبدأ ان احنا ناخد الجزئية دي، شايفة ازاي؟ طيب دلوقتي بقى القطعة اللي المفروض تبقى فيها كلفة او يبقى فيها طنطلة او بيبقى فيها شغل يعني مختلف عن نوع القماشة بتاعة الكب، هنا الجزئية دي بالقطيفة، الجزئية دي كده دي بالقطيفة. طيب الطنطلة هتبقى الحتة دي، الطنطلة الحتة بتاعة حردة الرقبة، الحتة دي، كل الحتة دي. يعني انت تعملي البطرون الاساسي عملتيها، هتعملي التعديل ده، وهتروحي تعملي تعديل حردة الرقبة، وبعدين هنبدأ نقص. وبعدين طبعا نقطة مهمة، تعديل حردة الرقبة ده مش هتحطيه على القطيفة، لا هتحطيه على ايه؟ على الطنطلة. الفستان قصير مش طويل، فممكن انت تطوليه على حسب الرغبة بتاعتك، يعني شوفي انت حابة تطوليه ولا لأ، تمام. واحدة واحدة كده اهو. طبعا عشان انا ما عنديش هنا ورق مختلف او شفاف، فمش هعرف اعملك عن طريق الورق الطنطلة بتاعتك، بس ممكن اشرح لك الفكرة بتاعت الطنطلة نفسها، تمام. احنا هنبدأ نشرح الفكرة بتاعت الطنطلة نفسها. ثانية واحدة بقى عشان ايه. اوكي كده تمام. طيب دلوقتي هنبدأ ان احنا نقص واحدة واحدة اهي، وبعدين هنبدأ نقص كده الشكل ده، تمام كده. تمام، هوريكي بقى حردة الرقبة اتعملت ازاي. بصوا حردة الرقبة يا جماعة، دلوقتي معايا القطعة دي، القطعة دي عايزة ان هي زيها الناحية التانية. عشان اعملها بالظبط زيها الناحية التانية، لازما وحتما ان انا اجيب دابيس كده، ثانية واحدة، بالشكل ده. مش شرط كتير قوي، بس انا محتاجه دبوس، فكده كده هطلعها اهي، وهبدا بالدبوس ده، وهبدا ان انا اعمل كده، وهبدا ان انا اعمل اخرام على الكب بتاعي عشان خاطر اطبع الصوره بتاعته الناحيه التانية. طبعا دي طريقه سهله وبسيطه قوي بالنسبه لك. بقى ممكن تعملي ايه؟ بصي بقى هنعمل ايه، هنوصل كده اهي كده، تمام، وهنبدا نيجي كده اهي، شايفه ازاي؟ واحده واحده اهو. طيب دلوقتي دي قلت لك ان هي مختلفه، هبدا ان انا الونها لون مختلف عن اللون القطيفه بتاعنا عشان اعرفك بس الفرق.
ثانية واحدة هلونها وهرجع لك. بصوا يا جماعة، طبعا زي ما قلت لك التنتيلا بتبقى عبارة عن رسومات، وهي بتبقى قماشة شفافة، بتبقى جميلة قوي، وبتبقى الفساتين الفرح وفساتين السهرة وفساتين السواري كلها طبعا، ويبقى كلها شغل وشفافة، يعني ما تقريش خالص ان بيبقى فيها حتة ما فيهاش شغل، لا كلها شغل وشفافة. واحدة واحدة كده ونبدأ نعمل مع بعضنا الأجزاء بتاعتنا اهي، طبعا واحدة واحدة اهي، وهنبدأ واحدة واحدة زي ما انت شايف. طيب وطبعا زي ما مليت الناحية دي هبدأ ان انا احاول امشي على نفس الخط الناحية التانية اهي، واحدة واحدة. بصوا بقى يا جماعة، ادي الشكل اهو، ده كده الطنطلة بتاعتي. طب انا يا مريم هخيطها اعمل ايه؟ هبدأ ان انا اقص القطعة دي، لو انت هتخيطيها على المكنة طبعا هتخيطيها اكيد عشان طنطلة، وهنبدأ نقصها، فنجيب بقى البطرون بتاع القطعة دي ونحطه على قماشة بتاع الطنطلة، ونبدأ ان احنا نطلع منها الجزئية دي ونبدأ نخيطها تاني في بعضها، وتبقى خلاص كده خلصت. طيب دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نوصل الامام مع الخلف، الامام مع الخلف بتاعي بصورة سهلة وبسيطة قوي قوي. طبعا لو حابة توسعي حردة الرقبة بتاعتك بتوسعيها عادي خالص، مفيش مشكلة اهي. وبعدين نيجي من الناحية التانية اهي، واحدة واحدة. هبدأ اجيب دبيس، ثانية واحدة. طبعا الموضوع سهل زي ما قلتلك وبسيط، هو الحكاية بس انتي محتاجة منك شوية تعب في الاول. بالنسبة للتنطيلة يا جماعة زي ما قلتلكوا انا بفرقها لك ازاي، بعرفك الاماكن اللي بحط فيها تنطيلة او الاماكن اللي لا. شايفة هوريكي بقى الفستان. بصوا يا جماعة ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي قوي، اهم حاجة اتفرجي من الاول لحد الاخر وصدقيني الموضوع هتستفادي منه جدا. لايك جميل، تعليق جميل، اشتراك في القناة، كل سنة وانتم طيبين. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطة مع مريم احمد، يا رب يكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتك.